حلقة النهاردة احنا هنعمل وجبة لشخص واحد، لكن وجبة كاملة متكاملة. هنعمل هيبقى فيه ريب اي ستيك، هيبقى فيه بطاطس، هيبقى فيه صوص من المشروم دكسال وعليها برضو البلو تشيز. احنا متكلم في طعم ونكهات جامدة جدا. اهلا بيكم في حلقة جديدة في مطبخ 101. النهاردة في ضيف شرف، هو انا بعتبره اخ كبير ليا وبتعلم منه كتير. شيف مصطفى رفاعي معانا النهاردة. شيف اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله. ايه رايك بقى في المطبخ اللي احنا هنلعب فيه النهارده؟ حلو حلو جدا. لطيف طبعا. يعني طبعا المهم في سكاكين ولحمه، دي اهم حاجه. فالنهارده احنا قلنا هنطبخ هنعمل ريب اي كده صح؟ هنعمل ريب اي وهنعمل مشروم صوص مع الجبنه البلو تشيز. اوكي. وعندنا بطاطس هنعملها بالفلفل الالوان مع البصل والثوم والزبده، يعني أكلة رجالي كده. أيوة أكلة رجالي كده. أكلة رجالي فعلا. تمام. طيب نبتدي. أنت عايزني قولي أنت عايزني أعمل لك إيه؟ أنت ممكن تشتغل معايا نعمل الصوص سوا و طيب. نشتغل سوا نبدأ. يلا خلاص يلا بينا. أنا هبدأ أشتغل في اللحمة، اشتغل أنت في الصوص. فعادة بقى يا جماعة لما في اتنين شيفات بيشتغلوا في المطبخ بيقسموا الشغل على بعض، عشان كل واحد بيمسك حاجة عشان الأكل يطلع في نفس الوقت وبجودة مظبوطة. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. في prep بيحصل، في preparations بتحصل، عشان كده مفيش حاجة متقطعة قوي النهاردة. وشاف مصطفى بيحب يقف على السخن يعني. فاكر لما احنا كنا بنطبخ مع بعض، كنا بنعمل events، ما كنتش انت بتحب تطلع في الصالة خالص. لا مطبخ الراجل بتاع مطبخ حطني في المطبخ ماكش دعوة بيا، سيبني اشتغل في المطبخ. الريب اي دي يا جماعه قطعه المفروض ان هي زي ما دكتور وسام كان بيقول عليها قطعه رجالي، او شوفوا قطعه رجالي كده. ف هنجرب التتبيله بتاعتنا تبقى ملح وفلفل بس. احنا عايزين البصل، عايزينها سلايسز ولا عايزينها برونواز؟ لا بخليك برونواز. ماشي. هي الريب اي يعني من كميه الدهن اللي فيها، وبعدين الوزن الواحده 300 جرام تقريبا. 300 جرام يعني حاجه معتبره. فده معناه ان انتوا لما تروحوا لعند الجزار في بيبقى هو مقطع اصلا انتركوت كده، بس هم بيبقوا رفيعين. قول له لا ونبي عمو هات لي بس حته كده من العرق كده، قطعها لي مثلا 2 سم ونص. دي هتظبط معاك في حدود 300-340 كده، كميه لحمه محترمه يعني. احنا بنيجي نشتغل فيه دايما انا بحب استخدم زيت زيتون وزبده. في ناس كتير يقول لك لا زيت زيتون بس الزبده بتدي طعم وكارملايزيشن، او تخلي الطبقه الخارجيه للحمه تبقى حلوه قوي. طعم جميل كده. انا ما بتوصلش في زبده، انت ينوم يا شيف. يعني اي حاجه مرمي فيها زبده يعني. وبرده من الحاجات الحلوه في الريب اي، اما نيجي نسوي حاجه في طاسه بنسوي دايما على نار متوسطه، يعني لو نار عاليه قوي بتحرق من بره اللحمه وبتخلي التسويه مش متساويه، يعني بتبقى من بره محروقه قوي ومن جوه لسه ستيل نيه برده مش مستويه كويس. بص انا بحب ابتدي بنار عالي، بس انا بقلبها كل شويه عشان يعني ايه، مثلا بتاخد اول لون بعد كده بقلبها بحط عليها الزبده وبعد كده، بس ما بخلصهاش على الطاسه برميها في الفرن. بس دي بتاخد وقت شويه. هي بتاخد وقت شويه. انا بحب لان انا باخد الطاسه نفسها بشتغل منها الصوص، يعني احنا هنعمل الصوص بتاعك في الصوص. البان صوص هنعمله في الطاسه نفسها. ماشي. وبعدين الزيت الزيتون بيساعد ان الزبده ما تتحرقش كمان، فدي ميزه تانية برضو في الموضوع، لان احنا بنستخدم زبده مش متروقه، الزبده المروقه اللي هي بنشيل منها نسبه المياه الموجوده فيها. او الكليريفايد باتر. الكليريفايد باتر بالظبط تقريبا زي السمنه بتاعتنا. ولا ايه اصلا كان دايما عندي السؤال ده، هو ايه الفرق بين الزبده والسمنه والزبده التسميه؟ السمع الصوت ده السيزل، ده الصوت انت عايز تسمعه دايما. هو ده معناه ان الطاسه سخنه، حاجه بتنزل بتبدا تعمل القشره اللي احنا عايزين نوصل لها. الكرمله بدات تظهر عليها. انا بالنسبه لي حته الدهن دي هي دي اللي هو ده السر في الريب اي. انا هشتغل البطاطس. انت ماشي نبدا ناخد من بعض من الاول. ماشي. ماشي ماشي. طيب انا بقى عارف انا شغل الشيفات ده. هبتدي بقى في الدكسل. هرمي انا شويه بصل هنا. ماشي اوكي. هذا شيل بينا نسيب الباقي ده في البانفاس. ماشي اوكي. ماشي. فبناخد ال
طب ملح وفلفل. ملح وفلفل بس. هي دي السر في الموضوع كله، الملح والفلفل. ان انت لما بتزود الملح وفلفل وبهارات وتحط ميه بصل وعصير ليمون والحاجات دي كلها، انت خلاص ما عادش دايق طعم اللحمه. نفس الحكايه مع الفراخ، انت برضو عايز تبقى دايق طعم اللحمه وطعم الفراخ. يعني الريب اي ستيك اللي بيتميز فيه كمان ان توزيع الدهن جواه بقى عامل زي الرخام، بقى تجزيعات جوه حته اللحمه نفسها. فكده بقى احنا وصلنا للي انا كنت عايزه. ابدا انزل درجه الحراره. انا نسويها ايه، ويل دان ولا ميديوم النهارده؟ انا لا، انا عايز ادخل ميديوم ويل كمان. أوكي. احنا المصريين ما بنحبش الويل دان ما بنحبش الميديوم والحاجات اللي احنا بنشوف فيها سايل نازل منها، ده بالنسبه لنا حاجه مش مقبوله يعني. بس هو ده الكلام. بص، يا لولا اختلاف الاذواق لبره السلع زي ما بيقولوا يعني، فاحنا لازم الحاجات دي لازم بنراعي فيها اذواق الناس يعني. يعني العرب عموما تقريبا او منطقه البحر المتوسط نسبه كبيره منها ما تاكلش الا الويل دان يعني. احنا حطينا برضو سنه زيت زيتون تاني. اوكي. الميكس اللي احنا بنعمله ما بين الزيت الزيتون والزبده ده بيديك زي ما بنسميه احنا عمق في الطعم قوي. فما بتاكل بتستطعم الحاجه ما بين الزيت الزيتون والزبده، بيدوا طعم حلو قوي. وطبعا الزيت الزيتون احنا بنستخدم اكسترا فيرجن اللي هو زيت زيتون اللي هو المنقي، بنسميه الكولد بريس او المعمول بالاطفاء يعني، معمول عصره بارده. وده طبعا بيبقى طعمه فظيع. وكان في دايما ناس بتقول ان هو حاجه مش صحيه ان انت تحطه على النار، وده غلط. ما انا برده انا قريت الموضوع ده ان هو المفروض ما يعلاش عن درجه الحراره مثلا 160 يعني، مش زي الزيت الدوره والكلام ده. بس الكلام ده مش صحيح. لا مش صحيح طبعا. انت هتعمل سويلنج للانيز بس هتخليهم لونهم يدل، وان انت عايز كرمال على البصل. لا مش عايز كرمال على البصل، انا عايز البصل يبدا لونه يبقى شفاف. بيطلع تسكيره فيه لما كل ما بتخليه يبدا اللون ده. اللون بتاعها تحفه، 30 ثانيه او دقيقه وتقلب. يعني دي ده في الريب اي بالذات ده بينفع معانا جدا. اللحمه كده زي ما قلنا في الاول هيستوي من ناحيتين بشكل يعني بشكل منتظم يعني، هتدي طعم في الاخر كمان برضو. ال الكرمال اللي انت عملتها فيه دي هتديك الطعم اللي انت عايزه بنفس الوقت من غير الحرق او النشفان اللي بيبقى موجود فيها من بره. ده ناخد اللي انا محتاجه بس من الفلفل. اوكي. ودايما انا لما باخد حته من الفلفل كده بلف واخليه في الثلاجه، لان مراتي لو شافتني برمي حاجه من الفلفل هتتخانق معايا. فانا بخليه بحافظ عليه على طول يعني. طب هي في الثلاجه بتقعد قد ايه مثلا؟ لو هي يعني احنا بناخد، انت قصدك بناخد كده الحته دي حط في كيس ولا بتحط زي ما هي؟ لا لازم تحط في كيس طبعا. بحطها في كيس وبركنها في الثلاجه عندي باب الثلاجه في حته اكون شايفها، عشان طبعا اللي انت هتعمله ثاني يوم انك هتدخل وهتنسى ان انت حطيت الفلفل في الثلاجه وتجيب واحده جديده، ساعتها هتزعلك ويبقى عندها حق. طب هي تقعد مثلا في الثلاجه كام يوم؟ 3 ايام، لان انت برضو عايز تاكل حاجه فريش، مش عايز تاكل حاجه برضو طعمها قديم يعني. طب هنا فانا لسه شغال اصلا في المشروم دكسال شيف، ابتدى بقى في الكلام الثاني. بس انا ابتديت برضو شويه بصل، حطيت عليها المشروم، ملح وزيت زيت عادي، وبعد كده احط عليها شويه زعتر فريش. تمام. مش عارف، بفكر احط عليها الروزماري، مش عارف، بشاور علي في موضوع الروزماري. ممكن ما تحطش روزماري هنا، بحيث ان انا احطه عندي في البطاطس، فما يبقاش. طب انت عايز الروزماري طعمها قوي جدا، عايزه مفروم يعني سنه صغيره. أوكي. انا عايز برضو يبقى ليه قوام لسه موجود. اوكي. والعود بتاعه ما ترموش لو سمحت، اديني العود بتاعه. تحطه في ال، احطه تحت ال، انا بحب يعني الحته دي بتدي طعم للزبده، بتدي طعم لل، انا عايز ادي طعم للحمه وللصوص، بس في نفس الوقت ما تعديش، لان الروز ماري طبعا قوي جدا في الطعم بتاعه. ما تعديش، ما تبقاش طعمها طاغي على طعم اللحمه يعني، فتدي بس طعم شويه. وانا من المدرسه اللي بيحبوا يتبل الاكل على مراحل يعني، انا ما احطش فلفل مره واحده وملح مره واحده، انا احط في الاول وبعدين ابدا فروس الاكل ازود، لان اسهل انك تزود اسهل من انك تشيل يعني. صح، انك تشيل صعبه اصلا، مستحيله يعني. ده كده الروزماري كده بالنسبه لك اتس اوكي؟ تمام؟ تمام. ايه حلو، ممكن ده كده هناخد جزء منه برضه هنحطه دلوقتي، والباقي يتحط في الاخر. وانا هاخد بقى توم وسنه طين صغيره في الاول مع البصل. الفكره ان بتحط برضه السيزنج على او التتبيله على كذا مرحله، تدي طعم احسن كمان للحاجه.
بتدي فرصه لكل النكهات تبتدي تتكلم مع بعض وتلعب مع بعض وتبني فليفر بالظبط كده، تبني نكهه يعني. وانا متعمد في البطاطس هنا ما نحطش توم. اوكي ما انا عندي هنا توم، عندنا توم هنا على الدكسل ولا في اللحمه، فانا مش كل حاجه احنا عندنا كل حاجه بناكلها لازم نحط فيها توم وبصل، فانا يعني هنا ملح وفلفل بس، عندك هنا في توم وبصل، في هنا عندنا بصل بس، وزي ما انت شايف اللحمه بتجيب سواها كله، مش محتاج ان انت تدخلها في الفرن عشان تعمل الكلام ده، فانت ممكن لو عايز حد بتشتغل من خلال الكلام ده. عملت الريحه تحفه دلوقتي يعني، ريحه الروزماري هنا على اللحمه والدكسل والبصل اللي هنا في كلام جامد. هنطلع فاصل، لما نرجع من الفاصل هنكمل كلام مع الشيف مصطفى، نبتدي نكمل التعليم، انا بستفيد دايما من الشيف مصطفى، وهنشوف الطبق ده. هنتكلم بقى كمان لما نيجي نحطه في الطبق البرزنتيشن من ناحيه من وجهه نظر الشيف. اشوفكم كمان شويه. رجعنا من الفاصل، وزي ما انتم شايفين الاكل لسه شغال، ومعانا شيف مصطفى. الريباي لونه تحفه، ريحته فظيعه. هنا في شويه بصل وفلفل الوان، تاخدهم على نار هاديه كده عشان يبقوا التسكيره بتاعتهم اللي تبقى مسكره شويه. وهنا عندنا الدكسل، رحت حاطط عليها شويه من الوسترشاير صوص، واحط عليها دلوقتي شويه كريمه لباني. اوكي مش هستخدمهم كلهم، اقلب يعني الوسترشاير صوص هيدي عمق في الطعم وكمان بيلون شويه. بس الغرض الاساسي من الوسترشاير صوص ان عشان الطعم بتاعه مش عشان التلوين طبعا، يعني الموضوع تمر هندي كعامل اساسي في الصوص نفسه بيدي طعم المزازه الجميل اللي احنا ايه متوقعينه في صوص زي ده. وشويه ورق لورا كده، وده كده مع نفسه خالص 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 على نار هاديه. هركنه هنا يعني، خليه بس ايه يعمل ريدكشن. احنا اتكلمنا قبل كده في الطرق بتاعت ان احنا ازاي نكثف تكثيف للصوصات، ازاي نتقل الصوصات، قلنا النشا ومش عارف ايه، وبرده عندنا الريدكشن اللي هو تقصير، ان احنا نقصر الصوص، نحطه على نار هاديه بحيث ان هو بيربط لوحده لما بيبدا يتبخر منه، فده بيعمل ربط. دول بطاطس على فكره، دول بيبي بوتيتوز اللي هو يعني البطاطس في اولى ابتدائي. لا البطاطس انواع في 3000، اكثر من 3000 نوع بطاطس، وفي منها الاحمر والبنفسجي وال البنفسجي ده البروفيان من بيرو. بالنسبه للحمه كده زي ما احنا شايفين اللحمه استوت تمام، بنعرف من كذا حاجه. اولا ان اللي بيطلع منها سائل لونه شفاف، او ان احنا بنضغط عليها بالمنظر ده بتلاقي زي ما بنكون ضاغطين كده بتلاقي في مقاومه ما بين في العضله نفسها، فتعرف ان دي استوت خلاص. انا بعرفها يعني في المقاومه في دي وبعدين دي. ما احنا قلنا احنا في مصر ما بنعملش غير الويلدن، فيعني لو عملنا الميديوم او الكلام ده مش محدش هيقبله اصلا في مصر. انا هسيب الطاسه زي ما هي لان هعمل بيها صوص. جميل. دي حته اللحمه نعملها ريست، نسيبها شويه، لازم تريح عشان من 10 ل 15 دقيقه، لان اللحمه بتستوي ازاي، ما احنا زي ما احنا عارفين ال 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 فيها 72% من عصاره اللي هي السائل اللي جواها بيتحرك ما بين الانسجه بتاعتها، هو ده اللي بيخليها تستوي. فلو طلعنا اللحمه دلوقتي حالا ورحنا جايين قاطعينها، انت بتدي فرصه للسائل ده كله اللي فيه الطعم كله والنفوايد كلها في اللحمه يجري. تمام. زي ما احنا شايفين السائل نفسه اللي هنا ده خليط ما بين الزبده والزيت. انا عايز افضي بس الدنيا، هناخد البصل ده منك. اوكي هنزله، وهاخد فص توم مشان اقطعه ولا اي حاجه، هنضغط عليه. عايز الزعتر بس كده ونسيبه. لا تمام، انا برضو زي ما احنا قلنا انا عايز الطعم نفسه ايه يظهر. هنا بقى في البهاريز، يعني البهاريز ليها اسم بالانجليزي اللي هو الفوند. بس البهاريز اللي هي النقط السوداء دي البهاريز دي نازله من اللحمه وهتطعم برضو الصوص. فكده احنا عاملين نوعين من الصوص، عاملين صوص بالمشروم بالكريمه، وعاملين صوص اللي هو صوص بتاع الطاسه بنسميه عرق الطاسه باللغه الدارجه يعني. عرق الطاسه. عرق الطاسه. اوكي الفكره في قدام كنت بقف انا في الكلمه دي طبعا، بنسميه عرق الطاسه باللغه المطاعم وكده. حلوه دي الفكره. في فص الثوم نفسه ان احنا لما هرسناه الثوم
لو سبته فص سليم في الاكل بيدي طعم بس خفيف قوي. لو كسرته زي ما احنا بنسميه او بنسميه مفدوغ ده بيديك طعم اكتر اقوى شويه. لما تعمل له تقطعه على 4 أو 5 اجزاء بيديك طعم اكتر. كل ما بتقطع كل ما بتزيد بيزيد الفليفر بتاعه. تمام. هنا البطاطس لما وصلت للمرحله اللي انا عايزها هبدا اعلي الحراره بتاعتها شويه. طيب بالنسبه بقى انت عايز مشروم على الصوص ده مثلا؟ نديله مشروم. اوكي سلايسز. هو صوص تقيل يعني مش 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 صوص سائل زي ده. هيبقى حاجه زي مكمل لطعم اللحمه من نفس جنسها يعني. نجيب عايز ادوق البطاطس. كده كفايه مشروم ولا عايز تاني؟ استنى كمان واحده كمان. بتحط سبايسز كتير وبهارات كتير في اكلك؟ لا سيمبل يعني انا بعتمد على المكونات اساسا يعني البصل يبقى ظاهر زعتر يعني هم في ثلاث حاجات انا ما اقدرش استغنى عنهم زعتر روزماري والثوم يعني اونستلي الثوم غالبا بيخش في معظم اكلي والبصل طبعا كل حاجه بيبقى قطع بصل شوح بصل حلو والله يا في ناس كتير بشوفهم في الشفس يعني بيروح جاي حاطط 50 نوع بهارات ويتبل ويحط الشبت وكزبره وبقدونس وزعتر وروزماري مش هيبان معظم الحاجات دي اللي بقى يعني في مطابخ مبنيه على كده الهندي مكسيكي أيوة. في مطابخ اوريدي معرفين ان احنا ان هي لازم تكون بهارات بس انا نوعيه البهارات نفسها والكواليتي بتاعتها لازم تدقق فيها قوي انا بالذات في مصر لان لو انت دورت شويه هتلاقي حاجات حلوه قوي موجوده بس احنا قلنا بقى يعني ايه يعني نحاول نعمل اختلاف شويه ما بينهم وبين بعض بس ده لسه ما نزلش عليه كمان البلو تشيز عشان كده ما حطيتش انا الفلفل زي ما شايف مصطفى قال احنا بنطعم بنتبل على مراحل كل مرحله بنفهم الصوص محتاج ايه بنفهم اللحمه محتاجه ايه بنفهم البطاطس نفسها عايزه ايه انت سهل جدا انك تزود ملح بس صعب جدا انك مش هتعرف تشيله فهي دي الفكره كلها هنا ده بالنسبه لنا الصوص بتاع المشروم او صوص العرق الطاسه زي ما نسميه طبعا محبش انا الحركات لا بس هي ليها وقتها يعني ما يعني ليه وقت ولو واحد قاعد في البيت كده وانا بس سهرات لا هي الفكره كلها ان لو انت بتقلب الطاسه في فرن ماشي انا معاك ان انت تدخل وترفع انما الحراره كلها من تحت لما ترفع الطاسه فانت يعني مش بتطبخ اكشلي يعني بس هنا برضو نوعيه الطاسه متهيألي بتفرق يعني في طاسه انت بترفعها من النار لحد ما بتحتفظ بحرارتها في طاسه تانية مثلا زي الطاسات اللي بتعمل فيها كراب دي اول استعراض كان الموضوع كله مفيش استعراض اكتر من البانكيك ده هو الشغل كله في لا في حاجات فيها حاجات زي التبنياكي والحاجات الاسيوي اللي احنا لازم يكون فيها جزء والواكو شغل الواكو والكلام ده فلازم جزء الاستعراضي ده جزء من الخبره نفسها اللي انت بتعملها. طبعا لسه ما تبلناش الصوص ده فلازم ندوق الاول لان احنا زي ما قلنا بكده ان احنا ده عباره عن مكان باقي وائل اللحمه فاللحمه كان عليها اصلا بصل وفلفل. طب اكشلي انا عايز اسالك بقى سؤال بعيدا عن اللي احنا بنطبخه دلوقتي. اوكي. كان في من كام يوم كده انا كنت رحت عندك في مركز التدريب عندك في بتوع المطاعم عندك وكان انت كنت عامل حركه لطيفه جدا هو كان جايب الشيفس عنده في المطعم على المطاعم كلها يعني متهيألي عندك وكان عامل بينهم مسابقه ونشوف وكان بيشوف مين بيعمل طبق حلو وكان برضو انت من خلالها انت كنت بتعمل لهم تمرين بقى ازاي ان هم يفهموا الفليفرز ويفهموا ال التكنيكس الحاجات التقنيات الرفيعه دي فانا كان ليا الفرصه اللطيفه جدا ان انا ابقى موجود كده وكنت بحكم مع شيف مصطفى بس احنا النهارده كان اول مره احنا نتقابل من ساعتها اصلا من كام يوم ف قول لي انطباعك يعني وليه اصلا عملت المسابقه دي اصلا بين الشيفات عنك احنا في مصر عندنا مشكله في الشيفس بتوعنا ان احنا الشيف بيطبخ وما بياكلش اكله ودي حاجه صعبه جدا يعني لان انت ازاي انت الفن الاكل بتاعنا ده فن وابداع لازم تشتغل بايدك ولازم تدوق وتلمس الاكل بايدك يعني انا طبعا حته الهيجين والجوانتي وانك تلبس جلافز قدام في الشاشه ده شيء مطلوب طبعا وقدام الاودينس والكلام ده كله مهم
بس لازم الناس تبقى فاهمه ان ده الافراط في الحاجات دي كتير برضو مش حاجه كويسه. لازم الشيفس يبداوا يلمسوا الاكل ويرجعوا تاني يبقوا مبدعين كرييتيف في الاكل بتاعهم. انك تعلي النار وتوطي النار وتظبط ايدك وتزود سنه ميه وتخفف في الملح وتزود الملح سنه والطعم كانك بتعزف موسيقى بالظبط. فلازم تعمل ده. لو انت ما عملتش ده يبقى الموضوع مجرد صنعه زي ما احنا بيقولوا علينا. لا احنا ده فن. ده فن. كولينري ارت. فن الطهي. فن الطهي. فلازم توريني الابداع بتاعك. انت يعني الابداع مش يعني ببطاطسايه وفلفلايه وحته لحمه، انك ازاي تعمل منها طبق طعمه حلو وشكله حلو. هو ده الابداع في رايي. ده زي ما احنا شايفين المشروم لونه وطعمه ده ملوش اي حاجه اكتر من هو ال 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 البواقي اللي فضلت من حته اللحمه في وسط الدهون اللي كانت موجوده اللي هي زيت الزيتون والزبده. عايزين اخد لك الريب اي سلايسز كده؟ يا ريت لو سمحت. ثلاثة سلايسز دايما. دايما الاعداد الفرديه او التقطعات الفرديه بتبقى جذابه اكتر في ال انا دايما بقول كده يعني. والناس بيستغربوا يعني ايه الاعداد الفرديه، بس هي فعلا يعني هي علميا الاعداد الفرديه هي ليها تبقى جذابه فعلا. طبعا بتبص على الحاجه بتديك بتشد عينك يعني. طب الميه دي انت بتستخدمها؟ طبعا انا برجعها تاني في الصوص زي ده مثلا واعملها تاني. يلا بينا. عشان ده طعم عصاره لحمه يعني زي مرقه لحمه بالظبط. انا هستخدم بقى السكينه اللي انت جايبها النهارده. انا معجب بالسكينه دي جدا جدا. اتفضل. يعني لا ما انا هاخدها فعلا. لا ما انا هاخدها بقى. لا ما تغلاش عليك طبعا دكتور. ربنا يخليك يا شيف. بس هنضف بس اخر حته دي. اوكي. انا هنا بقطعها عكس النسيره. عكس اتجاه الانسجه. ايوه. عشان تبقى ايه. Oh, this way is perfect. This way is a perfect, perfect, perfect medium well. Okay. والبطاطس بقى اللي خدناها سوتيه مع ال مع شوية البصل وروزماري. طبعا انا يهمني البرزنتيشن بتاع الحاجة او تقديمتها، بس انا يفرق معايا اكتر الطعم. فالفلفل لو طلع محروق بس مش مستوي قوي مش هيديك الطعم اللي انت عايزه. فده بالنسبه لي كده حاجه ممتازه. لا تستغربوا من حكايه ال واخد بالك ان طعم الملح باين فيها من التتبيله لحد جوه خالص. ان حكايه ان احنا قلبنا مره واثنين وثلاثه دي خلت الطعم يدخل جوه كلها. وهي حته لحمه كده ريتش غنيه يعني. حركه الزبده برضو معاها مع الدهن، نوعيه الدهن اللي فيها بتفرق جامد. بالنسبه للصوص زي ما انتم شايفين الطبق نفسه ليها علو كده تمام. مش بس على اللحمه لكن البطاطس برضو هي مش مفروشه كده. وان يبقى في مساحات فاضيه في الطبق ده مش حاجه وحشه. مش لازم الطبق يبقى متكربس بحاجات ورز هنا ومش عارف سوتيه هنا ومش عارف مين هنا. لا يعني الفراغات في الطبق. والصوص انا بيفهمه برضه احيانا كتير الشيفس بيفهموه ان هو شوربه. بيفهموه غلط. بيزود زياده عن اللزوم في الصوص. فانت عايز حاجه بتكمل لك الطعم اللي انت فقدته خلال عمليه التسويه. فهو الصوص بيعمل لك ده بالظبط. احنا هنحط بشر ليمون على البطاطس. يعني حاجه بسيطه خالص يعني. بس تاتش كده في الاخر بس. ذاتس ات. ايه رايك؟ ممتاز. سم ايدك يا شيف. تسلم يا شيف. ثانك يو. بجد انا متشكر جدا ان حضرتك جيت معانا النهارده. شكرا ليك. بعدين احنا كده لازم نقعد اصلا عشان نطبخ بقى احنا لنفسنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. انا استمتعت جدا. وطبعا شكرا جدا للشيف مصطفى رفاعي ان كان معانا. والمعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها ركزوا في الكلام ده يعني. ده كلام بروفيشنال. ده فن الطهي. شيف مصطفى قالها. هو ده فن الطهي. هنشوفه في حلقه جديده ان شاء الله في مطبخ 101. Keep on cooking. واستمروا في الطبخ.